كنا حكينا على جانب ربما المراهقين او الاطفال كيف ربما رايحين نعلموهم او كيف نعالجوهم من هذا الاضطراب. لما يكون خليني اقول عند البالغين او لما يكون عند المحيط تاعنا من البالغين منهم والمرضى بهذا الاضطراب، كيف ربما نقدروا نساعدوهم او كيف نقدروا ربما نعالجوهم؟ شوفي، هي اولا هادو من الناس اللي عندهم هذا الاضطراب ما يحبوش المساعده، يرفضوا المساعده لانهم ما يتقبلوش، لكن المحيط تاعو يقدر يساعدو، يديه عند اخصائيين. وحنا كما قال لك بلال الصدمات هادو ما هما شوفي هي سي مدارس، حنا في علم النفس كل مدرسه واش تاخذ في العلاج ديالها، كاين العلاج النفسي السلوكي المعرفي، يعني هما مدارس. حنا واش قال لك يعني الدراسات الاخيره اثبتت انه احسن علاج هو المعرفي السلوكي، نحاولوا نغيروا السلوك. وهذه كما تكلمنا احنا تكلمنا على الفيلم هذاك اللي كان ولا على لي غوبورتاج، هادو ما راهمش نديروا فيلم باش نشوفوا فيلم فقط، راح تدي منه موعظه، راح تدي موعظه رايحه الفيلم، احنا كي نتلقاو الصوره، الصوره تروح لعقلنا الباطن مباشره، من تما ندي العبره، ندي الموعظه، نشوف بلي انه انا تصرفاتي ما رايش صحيحه. بالك هنا قال لي راح يطلب المساعده من اخصائيين، وقلت لكم يعني لازم كيكون هوس ولا مرض السرقه لازم ادويه تاع ضد الاكتئاب، ادويه علاش باش من تزيد من افرازاتها وهرمونات السعاده باش ما يدخلش في حاله الضغط وينقص، ما رايحش اليوم كان يسرق لغدوه يحبس. بالعقل 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 بالعقل. خليني نقول شحال تاخذ وقت بما ولا غير شوفي شيء، ما احنا شوفي احنا في الجهه النفسيه في الجانب النفسي ماناش كيما لي ميدسان اللي يتعاملوا مع العضو. قال لك عندك شهرين تبراي، احنا الجانب النفسي سي د لابس تخي حاجه، اسبوع كاين في عام كاين في عام، ما نقدرش نعرفوا. كاين المهم انه يتحسن مع مرور الجلسات، تصيبيه يقول لك كنت نسرق كل يوم وليت نسرق مره في اليوم وليت يعني نشد روحي. كيما يقول المثل الشعبي، هم يضحك وهم يبكي، هي والله غير تضحك على هذه الحاجه. الى انه بلال احنا في مجتمعنا للاسف نتجاهلوا بزاف الاضطرابات النفسيه، بزاف نتجاهلوهم ونشوفوهم ما عرف شنو هذا تمسخير، مي هو نو. لو كان نشوفوا نصيبوا بلي في بلادنا كاين اضطرابات نفسيه راهي واقفه حاجز في باش انت تتقدم للامام، على هذيك اللي لازم يعني بناخذوا بعين الاعتبار الجانب النفسي. شكرا.